السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تألق اللاعب الفرنكو الجزائري بدر الدين بوعناني خلال الجولات السابقة من دور الدرجة الأولى الفرنسية في صفوف النادي الحالي نادي نيس الفرنسي، مما جعل اللاعب يتلقى ثناء من طرف مختلف وسائل الإعلام الفرنسية وكذلك الجزائرية، والتي أكدت بأن اللاعب يعتبر لاعب من طينة الكبار وسيكون له شأن كبير خلال المواسم القادمة، مع العلم بأن اللاعب بدر الدين بوعناني شارك خلال 3 جولات سابقة، تمكن خلالها من صناعة 3 أهداف مساهمة في النتائج الإيجابية لنادي نيس الفرنسي مؤخرا. هذا التألق من اللاعب بدر الدين بوعناني جعل من إدارة نادي نيس الفرنسي تقترب من وكيل أعمال اللاعب من أجل إغرائه لتجديد عقده لمدة أطول في صفوف نادي نيس الفرنسي، خاصة وأن اللاعب بات محل اهتمام من طرف العديد من النوادي الأوروبية التي ترى في الاستفادة من خدماته مستقبلا. كما يجدر بالذكر بأن والد اللاعب بدر الدين بوعناني سبق وأن أكد خلال الأسابيع القليلة السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن ابنه يحلم باللعب مستقبلا في صفوف محاربي الصحراء، بالرغم من كون ابنه سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي في مختلف الفئات العمرية، إلا أن تألق اللاعب بدر الدين بوعناني جعل منه مؤخرا يغير من قراره ومؤكدا لمقربه بأنه لم يحسم حتى الآن في خياره الدولي، وقد أكد لهم بأنه يرى حاليا في فرض نفسه في صفوف نادي نيس الفرنسي، وهو ما يؤكد بأن اللاعب قد تلقى ضغوطات من طرف الاتحادية الفرنسية من أجل عدم تلبيته دعوة المنتخب الجزائري مستقبلا، في حال تلقي دعوة من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي لتربص شهر مارس القادم. سلام.